بيت احنا عندنا بعهد الخير كيف قالت لكم مدام سهام خير كبير وعطانا الصحه ديالنا عطانا الراحه ديالنا يعني نقدنا بصراحه بزاف يعني حيت انا كانت عندي واحد المعاناه صعيبه بزاف كانت عندي معاناه انني من لاج ديال 14 سنه صابت مرض القلب جاتني كانوا كيجيو يحلقن بزاف شي اللي قال لي غير خصهم ميكال يعني باب القلب الزياره تخنقات ليا بالميكروبات اللي كانوا كيهبطوا ليا فطرحوا عليا الاطباء على انني ندير عمليه اكيغوفير بالقلب ديالي وكانت كيف قال لك مدام سهام كان بدم صغير حركه جهد كنت استعجبين البطوله اللي كنا كنديرو في المدرسه الثانويه ديالنا الناصري الاستاذه راه مشرفه معنا والله لا نهار كبير هذا باش شتك الاستاذه يعني كانت فيك فاذا بواحد النهار كتوقفي عن الحركه وكتولي غتولي ما تحركيش حيت انا باش نفتح جاتني جماعه تقبلتها درت العمليه درتها في 87 درت العمليه في 87 القلب ديالي قالوا لي داروا ديلاتاسيون انا النوع ديال العمليه ديالي كتعاود 11 سنين كتعاود العمليه 11 سنين كتعاود العمليه لدرجه كذا الخطرات الكاتيام فوا الرابعه المرات كيدير لي فال كيدير لي مقاله القلب كيدير لي فال ف منين فتحت ما بقيتش كنتحرك وليت تخافي تنقول قلبي غيتحل يقصني الدراري غادي نطيح يعني وليت غالبا كنحرك بعيني تنتمشى بعيني كدوري بعيني كلشي كنت كنديرو بعينيا فشاء الوقت انني تزوجت 92 تزوجت 92 ولدت واحد البنيه في 96 ففي الولاده ديالي القلب نيت انساني والو في بدات الوحم ديالها كنشوف انا هوسبيتاليز ما بقات لي حتى شي بلاصه بيضاء في يدي كلشي زراق العروقه تيطبقوا السيروم هنا السيروم هنا السيروم هنا حتى السيروم داروا لي حتى من هنا ماشي يدوز لي يعني كان واحد العدد بزاف حيت كنعرفوا حنا في كنكونوا حاملات في الوحم ديالنا تنعطيو انرجي للدراري انا ما عندي ما نعطي قلبي ما تحملش كتحمل ما نعطي لذاك الجاني اللي كان في الكرش ديالي فبقيت هكاك لي حتى جات وقت المخاض بقيت المخاض صافي كنموت انا كنت جوني الحلاقه خصني طب الكارديو نمشي عنده جاتني الدرسه خصني طب الكارديو نمشي عند الدونتيست يعطيني انتيبيوتيك نجي عنده نعاود ناخذ من عنده عاود نمشي نديرو موراه يعني انا كنقول الطب مدخلي في حياتي كامله تنقول استغفر عند الطب صافي الطبيب كاين ما ندير حتى حاجه الطبيب كاين فمتي جيت نولد قلت ما واخا جاني داك الوجع وتنسخف ونعاود نفيق نعاود نغيب قلت كنتسنى الطبيب يجي لكن يجا الطبيب بقى كيشوف فيا شاف الحاله قال لي مدام ما عندي ما ندير لك شنو كنت كنتسناك زعما تنقول غير انت يجي الطبيب غير بحال غيعتقني الله بحال غنولد ديك الساعه قال لي مدام ما عندي ما ندير لك طونسيون سبعه والقلب ما تحملش فيا اما انت يا اما الجاني واحد فيكم غادي وا قلت له انت قلتي شربي شنو وقع يعني هذاك الشيء بقيت قلت له ملي كان الامور بحال هكا يعني داك المعاناه كيف في صف الصغر ديالنا واخا هاد المرض راه بنانه واخا المعاناه واخا الالم عطانا واحد القوه كيخليك كتكبري كيخليك ماشي غير انا ولا صافي غنموت صافي غير تقدي سن كلشي عندنا في كلشي عندنا في السن فداك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي كاين بقيت كنكبر مع راسي اللي حتى فك الله روح مع روح كنت سنة يديروا لي عملية ما داروش عملية حتى طونسيون سبعة القلب ما تحمل شي كانت سنة تبقيت تتعاملت مع ديك البنية المهم تفك الله انا عجبني انا على الموجعات تيقولوا باش الا ما تدتي دابا ما تسقوش قبل الموجعات انا كلشي عرفني انا مريضة بالقلب واحد السيدة غتموت واحد السيدة غتموت داك ليرجونس كله ساق باص الموجعات كلشي ساق الخبر واحد السيدة غتموت واحد السيدة غتموت على ايين الله الروح من الروح فقال لي عمرك ما غتولدي وعطاني واحد لاكار وغادي نعاود العمليه فانا تكرفصت في العمليه وتنقول مع راسي جاب الله الموت مرحبا ما عنديش مشكل هي تراسي صافي انا كنعيش نهار تجي مرحبا بها فانا وديك البنيه عندي راني ما شديتها ما رضعتها ما عرفت حتى اصلا كي دايره صغيره تدات 5 شهور حيت عاوتاني طلعت الانعاش بقيت هكذايا حتى سيرت مع الوقت كبرت ديك البنيه بقيت هكا لكن في 2001
واحد العائله ديال الاصدقاء من الزوج ديالي تيجيو من برا، هيئه دبلوماسيه تيجيو تيزورونا تيجلسوا عندنا شحال كيعاودوا يمشيو. صدفت انهم جاو عندنا وجاو عندنا في رمضان، ني جاو عندنا غيصبح رمضان، فالناس اللي كانوا تيجيو عندي تيجي كتحط المراه والراجل هاد لي برودوي هادو، تنقول يمكن مرض، يمكن هاد الناس مرض، مع ان الراجل كان في الستينات ما شاء الله عليه، والسيده كانت هي كدوا 50 ما تعطيهاش السن ديالها، يعني تنقول يمكن مرض. نحن كنضرب معي تنقول يمكن هاد الناس مرض ما نعرف، حيت ما كنتش عارفه هاد المكملات اللي كيحطوهم. كي تيبغي تفطر كتحط له المراه هو وياها كياخذوا الغداء ياخذوا العشاء، يعني مغاضبين عليهم. لكن انا جات عندي السيده من صباح رمضان قالتني كناكل، قالت لي مدام كتاكلي هي راكي زعما، قلت لها لا مدام انا عندي القلب وكتحال القلب، ما كان انا ما تنصونش، انا تنصلي تدير قيام الليل تدير لي عليا كتب الله تندير الخير، الا الصيام كتب الله ما نصومش ما عرفتش علاش، وحده كنطلب الله يغفر لينا ما نعرفوش شنو هز علينا، ولكن راه الصيام ما تنصومش بامر الطبيب، حتى لو حاولت خصني ليرجونس دابا ندخل الانعاش، الا حاولت يومين صوم زعما نكابر ما نقدرش، خاصني داك رمضان كامل ما نعقلش لي انا هوسبيتاليزي ما نحش براسي. فاذا بي قالك لي بون مدام ماشي، ما قلتيش لي عندك القلب، ما قلتيش لي عندك هاد المشاكل، قلت لها لا عندي هي كتشوفني الا بغيت نهضر مثلا ما نقدرش نهضر بزاف، فمي تنتخنق بغيت نعمر راسي فمي بالماكله كنحصل نخوي نجمع واحد النفس، النعاس ما كنعش مواطيه كيف الناس كنعس نص نعس، لان انا نعس كنتخنق كيتعمر لي الصدر، يعني عندي مشاكل كثيره، ولا عندي راس تيضر الى رجلي الشقيقه، عندي الدم ما تيجريش بزاف، يعني عندي مشاكل. فهي كتشوفي دائما عندي الحركه قليله، فقالت لي انا دائما تنبغي نسولك لكن ما نقدرش نجرأ عليك، قلت لها بون راني فاتحه على القلب وهذا، قالت لي واجي معايا مدام، عطاتني للوبر هذا الوبر حبيبه، كيف هضرات مدام سيهر، كيف هضرات عليها مدموزيل حفيظة، ونهضر عليها أنا تنعيها هذه حبيبة، هذه غزالة، هذه كنز رائع. الوبرة واحد النبتة طبية، نبتة دازوا لها جميع الحضارات، كانت آلاف السنين، فهي نبتة عربية بالأصل، كانت في اليمن جهة الشرق الأوسط، فعاشت الحضارات. ومحدة مع الحضارات هي غدا كتحضر كيف تحضرات دابا حاليا عندنا بخودي بحال هكا دابا صدى الويفيرا، ففي العصر تاع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كيوصي النساء ديالو تيقوم عليكم بالصبر ليلا فانه يحب الوجه، كيعطي الشباب الوجه، هي كتجدد الخلايا كتجدد الخلايا كتشببهم كتعطيهم الشباب ديالهم، وكان تيقول لهم اليس من الامرين من الصبر والفتاء والتفاح، يعني كانوا كاين احاديث كثيره ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدو مع المعارك بحيث كانت تلتئم الجروح في ساعه كتلتئم الجروح، يعني هاد النبته كانوا حضارات خوين هنديه كانوا كيعبدوها بقوت ما كتعطي ديك المنفعه ما فهموش شنو هي، لكن هي نبته طبيه بامتياز، كانوا كيسموها الوفيره وهي وفيره فعلا، كاين الاعشاب موجود الاعشاب كاينين كل واحد والمهمه ديالو، لكن هي ما شاء الله جمعات كلشي وشملات كلشي وعطاتنا للويفيرا. هاد البيدون هذا باش تجيكم للويفيرا هنا راه بحال عاد كنقطفوها وتنديروها هنايا، لان براءه الاختراع كاينه في هاد البيدون، هذا مصنوع من الذره باش تبقى محتفظه على الخصائص ديالها، لان هي كتاكسده هي تعرك كتاكسده، كنشربوها ندخلوها للثلاجه ما عاديش نخليوها. المهم هاد الويفيرا كيف هي غنيه بكل شيء، عطاتني للويفيرا، عطاتني هاد الغزال ديال لاكسيك سي سمحوا لي غنبقى نشعر عليهم لانني اللي حاسه بهم حاسه باش داروا معايا، عطاتني هاد لاكسيك سي رائع بزاف، الاوميغا 3 الاوميغا ناف البي دي ستات البي ناف، فيه كبد سلمون الحوت، فيه زيت العود الفياج، انا عندنا زيت العود كاينه لكن كتخلط هذا للفياج، يعني هذا اش كيدير، هذا مشى لذاك الصمام المريض اللي غادي نعاودو العمليه وخلطوا ليا مزيان، ولا عندي شرايين ديلاتي ولا عندي مشكل
ديال القلب تحل ليا، ما عاودش العمليه من 87 هذيك 30 سنه باش درت العمليه، 30 سنه ما عاودش العمليه اللي الاطباء تيقول لي غتعاوديها، 30 سنه دابا خلاني نوقف قدامكم وتنهضر معكم. فانا بحالي بحال اي وحده، انا ممكن انا الاولى صبغت هاد الناس كاملين في الدروج اللي كانوا طالعين، هادو كلهم كانوا سخفانين والحمد لله انا طلع، اللهم لك الحمد. يعني هاد لارتيكل سي رائع بزاف، هذا غادي نهضروا، غادي نخليو الماناجر ديالنا الكبير السي كريم هو اللي يعرف اكثر، لكن انا كنهضر من الحماس ديال اللي عرفت واللي عشت في هذا البرودوي هذا. ديت لاكتيك سي هذا تصحب الدوالي، تيصلح الدوالي، كيصلح الخلل اللي كاين في الدماغ، تيلعب على لي سيلول، تيصوب لي سيلول الدماغيه. ودرت الجينكو، هاد الجينكو غزال، هاد الجينكو منين جاوا يبحثوا فيه وداروه، كتعرفوا ديك القنبله ديال هيروشيما اللي كانوا ضربوها والناس تعوجوا تشوهوا، كانت تشوهات، كان مات ناس بزاف، لقاو واحد القبيله ما طرا لها والو، علاه؟ ملي جاوا بحثوا لقاو عندها نبته الجينكو، كياخذوا الجينكو، الجينكو كتحميك من الخلل والتشوهات الدماغيه، فهادو مهمين بزاف. وخديت جينشيا، هاد الجينشيا كيبقى فيها اسف كاين الجينسين، الجينسين هي واحد العشبه اسيويه، واحد العشبه اسيويه اللي كتعطي اللي حتى هي كتجدد الخليه اللي هي في ما كان عندك العطب ان فوا تاكلها هي كتمشي لبلاصه المشاكل كتقلب عليها، كتصلح لك الخلل، كتعاود تبني لك الجسم ديالك من جديد. والشيا اللي هي حبوب الشيا اللي كاينه في الغرب، يعني فوريفر عطاتنا كيف قلت لكم على حسب الحضارات، فاحنا كنعتبروا القرن 21 يعني تفننات كيفاش تعطينا البرودوي. فدرت هاد البرودويات لو 4 جو معنا، بكيت عليها وقلت لها 800 نصوم، قالت لي 4 جو، قالت لي مادام كلك تصوم، قلت لها انا غنصوم، قالت لي غادي تصوم، قلت لها بسم الله، يعني راه عشنا في الحياه هنا اللي كتجينا كنقولوا بسم الله حيت كتجينا صعيبه. قالت لي يعني خديتهم كدوا وضبات معايا، قالت لي مادام غادي تصوم، سحرت بهم صبحت صايمة فعلا. انا العشرة الصباح الا ما كليتش كيضربني العنكره دراسي، تجيني واحد الحرق ما نحلش عينيا، حيت الشقيقه جاتني، انا عندي لي كايو في الدم، عندي الدم ثقيل بزاف، عطاتني ما جاني والو الصح مع العشرة مع 12 انا مزيان، يعني كانت انا غدا كنحس براسي كيفاش ندير، ولكن كنت ما نقدرش نوقف شي بلاصه بوانتي لا في الكوزينه، فتنقول غنطيح غيطفى لي راسي، غير نطيح دير شي بلاصه مزيانه كنهيئ راسي غادي نطيح، لكن لا الحمد لله كان كلشي داز مزيان، تحركت وجدت فطوري وعندي الناس وجدت فطور زايد، يعني الحمد لله كان واحد الحماس وفرحانه اللي حتى وصلت المغرب وتصحرت وفطرت وكان كلشي مزيان. وانا نجي عندها عطيتها البكي، قلت لها مدام هي الحاجه الصالحه الله يجازيها بالخير من هنايا، قلت لها مدام قولي هذا الخير شنو دابا، ما نتفرقش معاك، انا يمكنش انا حققت واحد الامنيه اللي كنت فيها دائما، وانا هاد اشنو عندي؟ قالت لي اجل، قالت لي سي لا لوفيرا، عاودت لي كيفاش كنت 350 نوع، عاودت لي بزاف على بسيوريكس مونغ هو المؤسس ديالها، عاودت لي بزاف، لكن انا الهم اللي كان عندي حيت قالت لي ما كاينش في المغرب، حيت انا بديت دابا تقريبا شي 16 سنه هذه ولا اكثر، قالت لي ما كاينش في المغرب، ما كاينش في المغرب، تما فاش كنحس براسي شنو ضغط، قلت لها كيفاش ندير؟ قالت لي غنبقى نسيفطهم لك، وفعلا بقات تسيفطهم لي هذيك السيده حتى صافي، يعني تعرفت على فوريفر، قلت لها لي برودوي ولاو عندي في المغرب ديالي، وكنشكرها يعني كبرات معايا بزاف. فكانت تسيفط لي هاد لي برودوي، كتسيفط لي كلشي، كنت كنديرهم، كانت امور غدا مزيان، درت تقريبا ضربت عام، يعني ما شاء الله كنوض في الليل كنخمل داري، كنخمل كنقلب وليت حاسه براسي، انا ما كنتش نقدر، انا ديكور الا بغيت نديرو صغير ما نقدرش نديرو في داري، كانوا الخدامات اللي يجيو لشي بنات اللي كيصوبوا ليا انا ما نقدرش نهضر، باغ فوا نكون واقفه حتى كتقطع لي الحس، يعني حتى في داري حتى مع الزوج ديالي كان كيعاني، ما كنتش كامرا كامله، واخا عندي يدي عندي رجليا، لكن كانت عندي اعاقه الصحه، ما عنديش عندي الصحه، ما نحضر عرس، العرس خصهم يديروا لي فيه النعاس، حضر الناس خصهم يديروا لي فيه النعاس، دائما خصني نحط راسي، دائما فابل، دائما عيانه، دائما صغير في الملح حشوي كتجيني النعجه،
خاصني غازيلي الله اكبر. كتدي غازيلي كندير طو داك السنتروم اللي كيطلق ليا الدم، يعني كان هادشي كامل واخا تنغلو كان هو تيضرني اصلا. الايام دارت واحد العام وليت مزيان، فكرت نولد، مشيت عند الطبيب خلاص قلبني صافا مزيان، قال لي تبارك الله القلب الفالف راه مزيانه، القلب مزيان ولكن غتعاودي العمليه. الاستاذ كيفاش غنعاود العمليه؟ نحس براسي مزيان. قال لي لا مدام، لانه هادشي اللي قراو على ان الفال ما يمكنش نعيش بالفالف هكا بلا ما نعاودش العمليه. هادي قريته. قلت له لا انا ما غاديش عندي، لا غادي دير لي عمليه. بعدا قلت له دكتور انا ما غنديرهاش وغادي نولد. قال لي غادي تحملي مسؤوليه كتصوني الورقات ديالك وداكشي كون انا حنا كل مرحبا. تفقت مع الزوج ديالي حتى هو دارها معايا في بيت الله، واش نيت بصح بغا يني نولد ولا بغا ما عرفناش شنو مهم على ايين دار فينا الخير. ربي ما خيبنا شيء. في 2002 شهر جوج كان عقل خرج كان واحد الوليد. اش نقول لكم فرق كبير، عاد كنعيش الولاده، عاد كنعيش حياتي. انا البنت ديالي من نهار طاحت لي كلشي وانا حالتي، وانا حالتي ما نهضرش معاك وانا شاده راسي ديما عقلي معوج ديما قتي الناس وخلاص كنت واش بقا نزيد شحال تكفص بزاف. لكن هاد الولاده ديال هاد الولد نقطه بخير، تنشقى تنتقدى تمشي. كنت جايه من اللور ما تشوف وكاشي القدام ما تعرفيش انا حامله، كنت خفيفه يعني كنت نعيش شي امور ما نصورلكمش كيف دايره. بخير وعلى خير مزيانه، في حاجه لا لهجه لا سخفه لا يدي. ولكن انا بقيت كناخذ على الوداع، انا ما كنتش عرفت على البرودوي بزاف. لو كان حتى كان يا ربي سمح لي غير مقبول ناخذه كنت غادي ناخذه، ما غاديش نسلم فيه. انا عطاني ولاني كيفاش نق. كتعرفوا المريض كانت مريضه في الدار، الراجل ديما ينقول عليها ديما هادي النهار زوين يتعاطف معاك، واحد النهار يقول لك وقفي لي غير في الكوزينه كي العيالات. وشحال كنت غنحس، فانا كان عندي دافع اني ناخذ اللي كان، ما كانش عندي مشكل. ويعني لو كان يقولوا لك غير مقبول ولا شي حاجه غادي ناخذه. فكي كتصيفطوا لي السيده كنت كناخذه، وكان زوجي حتى هو عنده لا بروستات هو كان كياخذه ونفعو حتى هو. على ايين خديت داك الوليد ما شاء الله كنت مزيان، كنعرف بين البيبي مزيان حتى ناخذ الويبي راه ما عرفتوش يمكن لي ناخذها حامله ولا لا. المهم كانت عندي مغامره، انا سولتها قالت لي خذيها ماشي مشكل كي ما كيهمنيش. جا بقيت كما خاط الحمد لله. كنت نهار كنت سميتو شي 3 ايام وانا خطر 3 ايام وانا كيقولوا غتموت غتحيا، لكن في الوليد ما شاء الله ثلث ساعه تحل الرحم موجودة الولادة كل شيء داخلة من الباب تلقى السقية كل شيء موجود. لدرجة أنا نسكت عند الأطباء عندي لاكارت تيقولوا لنا هذه كارت ديالك ما تقيساش، عيط لصحاب الإنعاش من الكاتخيا ما يهبطوا. فأنا كنسمع تيقولوا بنادم خارج تيهضروا بيناتهم، أنا تنفهم الهضرة ديالهم اللي تيقولوا. فغادي نتسناو تيجيو عندي صحاب الإنعاش باش يديروا واحد التعقيم، يديروا واحد الابره في الظهر ديالي باش ما نحش دوك الحركات ديال الوجع داكشي باش يهني والقلب ديالي. غادي كنقول ولدي تسنيتو صافي لونطون انا معذبه عليه وحتى حد ما عرفش كيف شحال طاح عليا داك الولد. وتيقول لك لا ما يمكنليش نخنق ولدي ولا شي، تيقول له زعما الولد تقول له ما تقيسهاش حيت انا مسؤوليه صح مول القلب ما يقيسو حد تيخافوا. طاكشي طاكي كارديك داكشي نزيف ولا شي قلت قاسوها ولي تاخذوا مسؤوليتي بصح، لان داكشي كان عندي مكتوب في الكارت ديالي واعد بلادي ما دوزت بحداها. كنت كتقول دوزت بحداها خطر زعما انا كاتبين داكشي تيقولوا الطب تيهضروا تيقولوا لا ما تقيسهاش. فلسه نقول غير وقف يعني تنقول غير وقف تنهضوا يعني وكان وانا واعيه تيقولوا زعما تبارك الله راه من بخير. فالله الا وقف ليا الطبيب قدامي لحق الولد بين يديه بدون تدخل الطبيب. كتعرفوا الناس الحاملات الا ما دخلش ليك الطبيب اشنو كيطرا. والحمد لله ما همنيش، همني عتقت ولدي وانا كنموت ولت ولدي. عطيت تخلعوا وما جاو صحاب الانعاش عاد جيت يقول له جات مقاده مصوبه بوحده قال لي ما درنا حتى حاجه كيشتروا ساكن جد. بلاصه كنعقل داك بروفيسور مؤمن كنقول له ولدي تيقول لي انا نشوفك الشيطان كنتي طرف شي حاجه قالت لها شي درتي غير عادي تقولوا ونشوف ولدي عاد نهضر. وبقيت كنغوت الا ولدي حتى جابوه لي حدايا
شفت حدايا ولا مت ديك الساعه شفته الله يعاون. والحمد لله داز ولاده رائعه، وخا خلاهم تحكم مراقبه 5 ايام بيشوفوا شنو كيلقاو، كلشي عندي منقاد الحمد لله. والفرق اللي بين البنت ما كاش عندي الحليب، فاذا به الاول كاع الحليب هابط لي في رجلي، تندير الفوطه تندير كلشي، الحليب تيفيد عليا تيفيد عليا، يعني ما شاء الله واحد المعجزه. حيت الصحه ملي كتشدي صحتك وتدي القوه ديالك راه كلشي تيجي. فالبشره كتبان من الصحه، الولاده كتبان من الصحه، الشعر كيبان من الصحه، الصحه اللي كانت مزيانه راه كتعطي. فهي هذيك ولدك الوليد واكتفيت وحمد الله عليه، واللهم لك الحمد اللي حتى نهار جيت القنيطره فاذا به تنكتشف هذا المنتج وتنكتشف هذا الخير عندنا في المغرب، ففرحت به بزاف. واخا الحمد لله ماشي مابقاش محتاجاه، مازال مره ضروري نتقدى حتى انا ديالي، راه عندي البيدو ما يخطانيش، لاكتيكس ما يخطانيش، لكن معجزه دار فيا. يعني للناس اللي عرفوني قبل، عندي العائله اللي تبعوا المشوار ديالي والجيره اللي تبعوا المشوار ديالي، دائما نهار يسمعوا شي حاجه في الدار ديال الحاجه تيقولوا يمكن ديك نظيره مات مسكينه ولا شي. دابا الحمد لله اللهم لك الحمد صحه جيده بفضل هذا المنتج. علاش دابا هذا المنتج واش نبوسه ولا ما نبوسوش؟ غزال هذا المنتج. فهذا هذه التجربه ديالي، عندي تجربه ديال تساقط الشعر مع البنت ديالي. كيعرفوا البنت زادت عندها لاميمي، زادت ما رضعت مني ما والو، كانت عندها ديك لافيبلاس دائما، كانت عندها لاميمي صعيبه، وعطيتها البرودوي ما شاء الله لي شوت ولاميمي تحسات منها مزيان، تعاوني حتى مادام حالي مع لاميمي اللي عشتها حتى هي كان عندها فقر الدم حاد، وكاين تجارب كثار، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وشكرا.